السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة. وضيفنا اليوم هو من أحد أكثر الضيوف إثارة للجدل على مدى السنوات الماضية. ضيفنا اليوم هو الأستاذ أسعد الشرعي من اليمن، أهلا ومرحبا بك. حياك الله يا أخي الكريم، وألف تحية لك والجميع المتابعين إن شاء الله. أستاذ أسعد، إحنا دائما العادة نعطي دقيقة دقيقتين لما تبدأ الأعداد بالتوافق، بس خلينا نتأكد الإضاءة هذه مناسبة كده. أي تمام، دقيقة دقيقتين لما تبدأ الأعداد. الآن أحسن، الآن تمام، شكله تمام، الآن أحسن. هذا لأنك ابتسمت. دائما مبتسم، ما تقلقش. طيب أستاذ أسعد، نبدأ معك دائما، إحنا نعطي ضيوفنا مدة أو دقيقة دقيقتين يتكلمون فيها، يحدثون فيها عن أنفسهم بنبذة سريعة مختصرة، فتفضل. حياكم الله أولا، وخواتم مباركة، وألف تحية لجميع المغردين والمغردات ورواد تويتر جميعا، وتحية لشخصك الكريم أخو عمر. أنا سعيد جدا بالتواصل معك. أنا يمني مهاجر، أو كما يسميني بعض الذباب مشرد. مشرد مهاجر في بريطانيا منذ ما يقارب 20 سنة، دارس شريعة وقانون، لم نكمل الدراسة، ذهبنا إلى فرنسا ثم عدنا إلى بريطانيا، والآن ما زلت متنقل بين الدولتين، منخرط في النشاط الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي. لنا قضية، لنا رأي نريد أن نوصلها للناس، ولا نريد أن نترك هذا المجال لغيرنا من الذين ليس لهم قضية أصلا. وهذا سبب رباطنا وتحملنا للأذى، أننا أصحاب قضية وأصحاب رسالة نريد أن نوصلها عبر هذه المواقع. ودائما نرحب بمثل هكذا لقاءات، يعني تقرب شوية، تقرب من الجمهور، لأن هناك جدل، هناك أسئلة، هناك شبهات، هناك تهم تلفق هنا وهناك. فهذه اللقاءات المباشرة، كما فكرتك هذه الخلية، فكرة رائعة جدا، وأنا سعيد جدا بالتواصل معك. ولو أنه اسم الخلية على فكرة شوية يخوف يعني، لأني مرتبطة بالتجسس أو بالإرهاب. لا، كيف أنتم في اليمن عندكم، عند في حضرموت هناك الخلايا كلها خلايا عسل، خلايا النحل. أيوة، نعم، خلايا نحل، خصوصا في حضرموت. نعم، جنبكم مش حضرموت فقط، العسل موجود في العصيمات وفي حضرموت وفي كثير من المناطق اليمنية. ما شاء الله، اليمن غنية غنية. نعم. أستاذ أسعد، نعم. خلينا نبدأ على طول بالقصف المباشر على قولتهم. قصف. مستعد؟ رابط الأحزمة كما يقولون؟ طيب. بسم الله. السؤال الأول، كثير من المتابعين يرددون أنه أسعد الشرعي إنما هو عبارة عن شخص ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أو ما يعرف في اليمن باسم حركة الإصلاح. نعم أو لا؟ الانتماء للإخوان يعني هذا شرف لا أدعيه. وتهمة لا أنفيها حقيقة. أنا أرى نفسي أقل من أن أصنف إخواني، وإذا أعطوني هذا الشرف وهذا الوسام فهذا سأضعه وسام على صدري. أثبتت الأيام، ليس في اليمن فقط وإنما في جميع البلدان العربية الذي يتواجد فيها الإخوان المسلمين، أنهم بكل هفواتهم وبكل عيوبهم وبكل بلاويهم هم أفضل الموجود عندنا في اليمن. تغربلت الجماعات وتغربل الفكر وتغربلت المكونات السياسية، وثبت لجميع اليمنيين بما لا يدع مجال للشك أن التجمع اليمني الإصلاح هو المكون اليمني الوحيد الذي ما زال يحمل مشروع وطن بروح وطن، لا مناطقي كالانتقالي في الجنوب، ولا سلالي كالحوثي في الشمال، ولا فئوي كصالح وعفاش، ولا ميليشاوي أو ميليشياتي كما تفعل الإمارات. ذنب الإصلاح أنه متمسك بالشرعية، وأنه يريد دولة، وأنه يريد نظام. سنأتي إلى هذا بالتفصيل، لكن يعني أنت الآن تقول أنك لم تكن منضما أو منخرطا أو مشاركا في أنشطة أو فرق أو جماعة الإصلاح باليمن بأي شكل من الأشكال، تنفي هذا؟ أنا في الحقيقة أخ عمر، هم رفضوني، قالوا هذا رجال ما عنده بريك ولا عنده كليش ولا عنده توقف اندفاعي يقول الصراحة، وهذا ممكن يعورنا إذا ظهرت أخطاء.
أنا لست منضويا ولست مسجلا ولست مؤدلجا ولست معهم ولا أعرف أحدا منهم إلا من حيث التواصل العادي، أما أنني أتلقى منهم أوامر أو شيء والله هذا الكلام غير وارد على الإطلاق. أنا بتركيبتي ما أصلح أكون مؤدلج أصلا، ما تركيبتي الذي خلقني الله عليها ما تنفعش. طيب وهم يدركون هذا الكلام. طيب أنت تكلمت عن حزب عن التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، لكن سنأتي إن شاء الله بالتفصيل على هذه الجماعة، هذا الحزب وهذا الجماعة وهذه الحركة والحركات الأخرى. أول ما أعلنت عن استضافتك اليوم أو بالأمس إن صح التعبير، جاءتنا كثير من الأسئلة، في الكثير من المحبين لك في البلاد العربية بشكل عام، وفي أيضا هناك الكارهين. السؤال كالتالي، أكثر سؤال كان يردد: أسعد الشرعي حين انطلقت عاصفة الحزم في بداياتها كان داعما لعاصفة الحزم، كان يخرج في القنوات أو كان يخرج عن طريق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بالثناء ويقوم بمدح الملك سلمان ويقول الرياض عاصمة القرار العربي ويقول المملكة العربية السعودية تقود الأمة نحو كذا، والآن إيقاف الزحف الإيراني في اليمن و و و و و. لكن تغير هذا اللون أو تغيرت هذه اللهجة بعد مرور تقريبا سنتين أو سنة ونصف على انطلاق عاصفة الحزم. ما الذي تغير؟ أولا يا أخ عمر، أنا لست وحدي، يعني أنا لست وحدي ممن أكل المقلب وانصدم هذا الصدمة الكبيرة. كل العالم العربي وكل العالم الإسلامي ومعظم الشرفاء من اليمنيين أيدوا عاصفة الحزم حسب ما أظهروه من أهداف معلنة، أنهم سيقطعوا يد إيران وسيوقفوا المد الشيعي وسيوقفوا معاناة اليمنيين وسيعيدوا الشرعية وإلى آخره. مرت السنة الأولى الثانية شهور لم نرى أي شيء، لم نرى أي أمور. نحن كنا صريحين جدا، كنا صريحين جدا، وعلى فكرة يعني تأييدنا للسعودية لم يكن اعتباطا، بل دفعنا ضريبة. أنا إلى الآن لا أستطيع الذهاب إلى اليمن بسبب هذا الموقف، إلى الآن لم يغفر للحوثيين هذه الزلة. إحنا أصحاب مواقف ونحن أصحاب رأي. عندما جاء الملك سلمان ودعني أقول في هذه العشر الأواخر والأمور متاحة لا بارك الله فيه إلى اليمن، وقال بأنه يعني بتلك الأهداف المعلنة كذب، ثم اكتشفنا أنه ذهب إلى المهرة وليس في المهرة أي حوثي ولا أي حوثي واحد ولم يضعها حوثي، ثم ذهبوا إلى سقطرة وليس فيها أي حوثي، ثم ذهبت الأيام وإذا بنا نرى أن الرئيس لم يستعيدوا بل أخذوه عندهم، وبدل من أن يدعموا الرئيس عبد الرب منصور هادي كرئيس الجمهورية اليمنية أصبح رئيس الجالية اليمنية. ثم معاناة اليمنيين كذبوا وكذبوا وكذبوا، وأقولها بملء الفم والله أن الملك سلمان كذاب وابنه كذاب، أنهم أكثر ناس ضاعفوا معاناة اليمنيين وهم سبب المشكلة وهم بلاء الأمة وهم أصل المشكلة. وفوق هذا زادوا إيش؟ طردوا ما يقارب 300,000 مغترب يمني. طيب. والله لا إنسانية. طيب. ولا جوار ولا شيء في هذا. طيب. كيف تريدني؟ لحظة يا أخ عمر. طيب. بأي أنا إنسان واضح، إنسان صريح، لا يمكن أن أكابر، لا يمكن. أنا إنسان عندي شجاعة أدبية يا أخي. أي شيء اكتشفت أنني كنت في المربع الغلط، ثم عدت واعتذرت لجميع اليمنيين، قلت لهم خدعونا وأكلنا يوم أكل الثور الأبيض، أنا وكثير من السواد الأعظم من الإخوة في الإقليم وفي المنطقة. طيب أخ سعد، أنت في بداية الحوار كنت تثني على جماعة الإصلاح وتقول أنهم هم الأكثر يعني استيعابا للحالة اليمنية وهم الأصدق أو هم الأكثر حنكة وحكمة من غيرهم. في نفس الوقت أنت اليوم تتهم المملكة العربية السعودية التي تحتضن قيادات التجمع اليمني للإصلاح بالرياض، ألا يعتبر هذا تناقضا؟ هي لا تحتضنهم حقيقة، هي تسمنهم إلى أن يأتي وقتهم المعلوم. إذن هم مبسوطين، إذن هم سعداء بما يحدث، إذن هم شركاء. ليسوا سعداء، وأنا أؤكد لك من هذا المقام، وهم يعلمون نوايا محمد بن سلمان، لكن ليس لهم خيار. هل تستطيع أن تعطيهم خيار؟ الخيارات معدومة أمامهم تماما، هم كالمستجير من الرمضاء بالنار، هربوا من الحوثي لم يجدوا أمامهم إلا السعودية. هم خدعوا مثلي، هم خدعوا مثلي، لكن الحمد لله بعيد وليس لأي صلة بالسعودية، لكن هم الذين في ورطة حقيقية. هم هربوا إلى السعودية حسب الأهداف المعلنة لعاصفة الحزم، لكنهم الآن أقسم بالله وأنا أقولها لك وثق تماما وأجزم ولا تناقشني أنهم يتمنون الخروج من السعودية اليوم قبل قدم، لأنهم يعلمون أن
ايديولوجيتهم الفكريه غير مقبوله عند محمد بن سلمان، وانه مجرد وقت، هم محتاجين لمحمد بن سلمان وهو ما زال محتاج اليهم. هذا المعادله البسيطه وضعتهم في هذا المأزق للاسف الشديد. اما هم ان استطاعوا، هم ممسوكين الان بعائلاتهم وباولادهم وبزوجاتهم، لا يستطيعون المغادره، تليفوناتهم مراقبه، لا يستطيعون ان يغادروا السعوديه الا باوامر وبضوابط وباذن مسبق من قبل. هم نسال الله لهم السلامه والعافيه، هم في سجن، هم في سجن، هم لا يختلفوا عن سلمان العودة بكثير، اللهم أنهم في سجن كبير اسمه السعودية فقط. ألا تعتبر هذه سذاجة من جماعة حركة الإصلاح التي هي الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر، أنك ترى المملكة العربية السعودية تقوم بدعم خصمك الأشهر لثلاثة عقود متتالية، وتعلم أن المملكة العربية السعودية لا تستطيع الاستمرار بمشروع واحد، لا تستطيع الاستمرار بمشروع واحد، بل كانت تعمل على تعطيل وعلى إعاقتك وعلى التأثير على قرارك وعلى تجفيف منابع دخلك، ثم بعد ذلك تثق في السعودية حينما أعلنت أنها ستجتث الحوثي أو أذناب إيران من اليمن كما يقولون. أليس هذا؟ أنا لو مثلا، لو أنا مثلا أطالبك أنت أخ عمر، أو أطالب المستمع الكريم، أن ضع نفسك أمام الإصلاحي في صنعاء، ضع نفسك أمام إصلاحي هجمت عليه جحافل الحوثيين، هدمت بيته وأخذت ابنه وقتلت ابنه الآخر، ووجد نفسه محاصرا، يعني بلقت القلوب الحناجر وذاقت الأبصار، أين يذهب يا أخي؟ المؤامرة التي أديرت على الإخوة في الإصلاح في اليمن كبيرة جدا. هم تتخيل أن دخولهم صنعاء، دخول الحوثيين صنعاء بتنسيق عفاشي صالح الذي هو الحليف الرئيسي للإمارات، كان هدفه الأول هو ضرب الإخوان، جميل، قتلهم، جميل، قتلهم تماما. وهذا الدخول تم بمباركة سعودية في 2014، وجدوا أنا أذكر في حلقة حلقات في حلقة حلقات أحد البرامج اللي كنت أقدمها المتواضعة، كنت أقدمها على اليوتيوب، كنت أقول الحوثي ترى دخل إلى صنعاء في 2014، كان يقولون أنت مجنون، أنت تتحدث عن أوهام وأحلام، قبل عاصفة الحزم بعام تقريبا. ألا يعتبر هذا الإصلاحي عذرا الذي يعرف أن السعودية لا تريد له وجود أصلا في المنطقة، كيف قبل بالتعاون والتعامل معها في مثل هذه الظروف؟ ما في خيارات، ما عنده خيار. السعودية بالنسبة له هي أهون الضررين، يعني أهون شيء الخيار الأبسط أو الأسهل، يعني مهما كان السعودية تظل أقل بأسا من الحوثي. الحوثي ما في كلام، الحوثي سحل قتل، أقل شيء السعودية ربما يجدوا لهم مخرج، ربما يجدوا لهم مخرج قانوني، ربما تصبح قضيتهم قضية رأي عام، لكن ما عصابة الحوثي ما في رحمة، ما في شيء، في قتل، في سحل، في هدم، في تدمير، ما في كلام يعني. وأنا هنا هم الضحية صراحة، هم ضحية أخي الكريم، ونحن لا ينبغي أن نجلدهم أكثر مما هم مجلودين أصلا. نحن نقول نسأل الله أن يفرج عنهم، الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم، لأنه أكثر ناس يعني مأزومين حقيقة ولا يدرون أين يذهبون، الخيارات أمامهم معدومة تماما. طيب أخ سعد، يعني ودعني أيضا أعيد سؤال بشكل آخر وأتحملني، يعني أنا أعرف أن شاء الله صدرك راح عادي جدا. التجمع اليمني للإصلاح خلال العقود الماضية كان شريكا للحكم، الحاكم الذي يحكم اليمن هو علي عبد الله صالح بشكل أو بآخر. يسأل سائل، ما الفرق بين علي محسن الأحمر وبين علي عبد الله صالح؟ كلهم يحملون نفس السجل الدموي الإجرامي الاستبدادي في السلب والنهب والقتل والتخريب، أم أن هذا لأنه يدعم التجمع اليمني للإصلاح فهو خير منه؟ ما الفرق بينهم؟ أنا كنت أتمنى أن نوجه هذا السؤال لمن كانوا يقولون على علي محسن هذا الكلام، من كانوا يقولون عليه دموي وناهب أراضي. هم عندما قتل الحوثي زعيمهم وأبوهم الروحي صالح لم يجدوا إلا علي محسن، هم أنفسهم الذي كانوا يقولون عنه ناهب أراضي وسفاح ومجرم، ذهبوا إليه ووجدوه يعني بكل عيوبه أفضل بألف مرة من صالح. نحن لا نقول أنه علي محسن هذا ملاك أو علي محسن منزه من الأخطاء، لكن كان له موقف احترمه كل اليمنيين. بعد جمعة الكرامة وبعد مذبحة الكرامة، عندما صالح قتل ما يقارب 50 شاب من شباب الثورة، كان له موقف قوي، يعني موقف ما زال يدفع ضريبته إلى الآن، وكان باستطاعته أن يبقى مع صالح قويا منعما ويحتفظ بمراكزه وكل شيء، لكنه اضطر حتى أن يضحي بالفرقة وبكل شيء، وهو الآن نائب للرئيس سوريا في السعودية. علي محسن هو مشروع
يحمل مشروع، هو يحمل مشروع، هو يقول أنا في آخر عمري، أنا لا أبحث عن سلطة ولا أبحث عن منصب، أريد أن يكون لي خاتمة جيدة. وأنا أقول لك يا أخي الكريم، علي محسن هذا هو ظلم ظلم ظلم، ومن ظلموا أنفسهم ذهبوا إليه واعتذروا له وقالوا نحن ظلمناك ونحن كنا مخدوعين فيك وكنا كذا كذا. ماذا عن من ظلمهم؟ علي محسن من ظلم؟ علي محسن ظلم الجنوبيين، علي محسن ظلم الشماليين، علي محسن سطع على أموال وحقوق وممتلكات كثير من الشعب اليمني. هذا أنا سأحكي لك ما يقوله الشارع اليمني بمختلف أشكاله. وأنا سأحكي لك الواقع، سأحكي لك الواقع للأسف الشديد. الإخوة في الجنوب، في جنوب اليمن، للأسف الشديد، وأقول أنا من يدورون في فلك الإمارات، وهذا هؤلاء ناس للأسف الشديد مبرمجين على شعارات يقولون هكذا البغاوات، لا يفقهون ماذا يقولون أصلا. علي من ظلم الجنوب والشمال والشرق والغرب والمهراوي إلى عدن إلى صعدة إلى والشجر والحجر هو علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح كان غريمنا، وعلي عبد الله صالح ابن أخوه طارق صالح، عشان تعرف أنهم هم بياعين أصلا. هو الآن مرضي عنه من الجنوبيين أنفسهم، لا تصدق أنه فقط أصابع الاتهام تشار إلى علي محسن. طارق صالح ابن أخو علي عبد الله صالح ورئيس الحراسة الشخصية له، الآن معزز مبجل ويذهب إلى عدن ويحترمه. هؤلاء ليس لهم مواقف، هؤلاء لديهم شعارات، معبئين شعارات ويرددون هكذا الببقاوات. نحن كنا نحمل رأس النظام كل البلاوي، كنا نقول علي عبد الله صالح. يا إخوان، حتى نقول للإخوة في الجنوب لا تتعنصروا على إخوانكم في الشمال، يسموننا الاحتلال الشمالي، بالله عليك هذا منطق؟ حتى تعرف نوعي. سنأتي إلى ملف الجنوب بالتفصيل. سنأتي إلى ملف الجنوب بالتفصيل. لكن أنا أود أن أطرح مثل هذه الأسئلة. سائل كريم يسأل يقول لك، طالما علي عبد الله صالح هو الذي كان يسرق ويقتل وينهب و لماذا بقي علي محسن نائبا له وداعما له ومساندا له خلال كل السنوات الماضية؟ لعله وعسى. الإصلاح كان مع علي عبد الله صالح. علي محسن كان مع علي عبد الله صالح، وكل الناس كانوا مع علي عبد الله صالح. وأنت لو كنت في اليمن ستتمنى تكون مع علي عبد الله صالح، وأنا لو كنت في اليمن يا أخي، هذه تركيبة المجتمع اليمني. أين يذهب علي محسن؟ أين يذهب؟ ماذا تريد أن يفعل؟ يا أخي، في فترة من الفترات لم يكن أحد يجرؤ أن يقول علي عبد الله صالح ثلاثة كم، ما يستطيع أحد. أن هو شباب الثورة كسروا الحاجز فقط، وإلا من 2006 وما قبل 2006 هذا كان علي عبد الله صالح مبجل، لا يستطيع أحد أن يقول لي شيء. ممكن يوديك في 60 دقيقة، يسقط بك الطائرة، يوديك في خبر كان ما حد في 2006 كان في انتخابات في اليمن، صحيح؟ في 2006 الوحيد الذي قال لعلي عبد الله صالح يومها ارحل بكل شجاعة، وأنا أسجل له هذا الموقف بكل بلاوي، الشيخ حميد الأحمر هو الوحيد الذي تجرأ يومها وقال. حينما خرج على، كان هناك فترة انتخابات حسب معلومات المتواضعة في الشارع اليمني. نعم. وكان التجمع اليمني للإصلاح بشكل أو بآخر يدعم علي عبد الله صالح في هذه الانتخابات. يعني صبها وحبنها احنا نقول. هذه محسوبة لهم. هذه إيجابية فيهم وليست سلبية على فكرة. هؤلاء الصراحة، خليني أقول لك حاجة ربما أنت لا تدرك بخبايا التركيبة اليمنية. أنا أقول لك بصراحة وهذا كلام صريح ولن يقبله كثير من أخواني، هم أذكى الناس. الحكمة اليمنية تتجلى وتظهر جيدا في الإصلاحيين، هم أذكياء، يعرفون أنه حتى علي عبد الله صالح يومها في 2006 كان واقع، كان هو أهون الضررين يعني، ولهذا رشحوه. لهم أولويات، يعرفوا متى إذا عندهم مصلحة الوطن حقيقة. هم ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبأبنائهم وبمناصبهم بكل شيء. لا يستطيع أي يمني أن ينكر أن الإصلاح ضحى من أجل مواقف وطنية. حتى عندما كان يرشح علي عبد الله صالح كان يرى في أبجدياتهم وفي سياسياتهم في سياستهم أن هذا هو الأنسب الآن، لا ينبغي أن يغير. وعندما جاءت الأحوال ورأوا أنه يبد أن يرحل كانوا هم من قالوا لو ارحل. هذا ليس تناقضا، هذه السياسة يا أخوان، هذه السياسة، والسياسة فن الممكن، والسياسة ذكاء، وتعرف متى تصادق ومتى تفعل. وأتمنى لو تستضيف واحد من الإصلاحيين يرد عليك يعني ربما أكثر من جهة رسمية. نعم، أنا أسأل الشرعي، لأن أسأل الشرعي يخرج أمام كثير من الناس. طبعا أنت تقول، أنا أعرف أنك أنت شخصيا لست منتسب رسميا لجماعة، لكن أراءك، وهذه واضحة وظاهرة لأي شخص، أراءك أو توجهاتك أو أفكارك تميل أقرب للإصلاح، فلذلك أنا أوجه عليك السهام، فتحملني اليوم.
طيب ما عندي مشكله. طيب. يعني بس يعني انا لست ناطقا رسميا باسم الاصلاح حتى لا يؤخذ هذا الكلام انه يمثل الاصلاح، هذا رايي انا. طبعا طبعا. وانا عندي طبعًا. انا عندي اصدقاء هنا في كندا من مختلف اطياف الشعب اليمني. نعم. الميزة اليمنيين انه حتى في اثناء الحرب واثناء القتال واثناء يعني هذه شهادة يجب ان نذكرها، هذه تميز الشعب اليمني حقيقة. يعني ما رأيت وما علمت ان عندهم خطوط حمراء لا يمكن يتجاوزوها اثناء حتى في 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 عز أزمة الحرب. المرأة تنتقل من مناطق تسيطر عليها القاعدة الى مناطق يسيطر عليها التحالف، الى مناطق يسيطر عليها الحوثي، الى مناطق يسيطر عليها جماعة علي عبد الله صالح دون ان يعتدي عليها احد. وهذا الامر بامانه لا تجده في اماكن ودول اخرى حولنا في المنطقه. هذه ميزه ومزيه عند الشعب اليمني. والعجب من ذلك انه وقت ما يكون في هدنه يقعدون يخزنون مع بعض. هذا الحوثي ما تعالوا. فهذه اشياء غريبه تحصل في اليمن الى الان لا يمكن تفسيرها. طيب ويصلوا جماعه، ويرجعون بعد كل واحد يمسك جبهته، كل واحد يروح مدرسه ويتقاتل. هذه حاله عجيبه في اليمن عموما. طيب سائل كريم يسال يقول اسعد الشرعي اراؤه لم تتغير بسبب تغير الموقف السعودي في عاصفه الحرب، وإنما آراءه تغيرت بعد أن حصلت الأزمة السعودية القطرية أو الأزمة الخليجية بشكل أو بآخر. تحول أسعد الشرعي إلى شخص يدافع عن قطر بشراسة، مما جعله أيضا يقوم بتبني وجهة نظر بعد الحصار وبعد المقاطعة في رفضها لعاصفة الحزم. تعليقك على هذا؟ أنا هذا الكلام خطأ، يعني حقيقة أسأل أنني لم أعارض السعودية والتحالف إلا بعد حصار قطر، هذا الكلام خطأ. وأنا لدي مقاطع من 2016 وأنا أقول يا جماعة التحالف انحرف، يا جماعة والله أنني أشعر بالندم، يا جماعة ما الذي يحدث، يا جماعة سنة ونص لم يحدث شيء، هناك أمر دبر بليل من 2016 يعني قبل الحصار، والمقاطع موجودة وباستطاعتي لو, 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 لو تريد أن تطلع حالك الآن أطلع حالك. وهذا موقف قلت لك لا يستطيع أن يزايد عليه أحد. قطر ليست بحاجتي، ولا أعرف قطري أنا قبل الحصار، ولست مخول بالدفاع عن قطر، وليسوا هم يعني بهذا الضعف إلى أن يبحثوا عن واحد داخل بريطانيا أو فلان أو علان كي يدافع عنهم. لديهم أكبر إمبراطورية إعلامية في العالم، عندهم قناة الجزيرة التي تتآمر عليها أربع دول مكتملة، أربع دول مع بعض يتآمرون على إقفال قناة. هذه سذاجة ما بعد هذا، هذه تهمة من لا تهمة لها. أنا وأنت وكل من له رأي وكل إنسان بكامل قواه العقلية صحينا من النوم في رمضان لاقي أربع دول محاصرين دولة. بالله عليك هل هذا موقف؟ موقفنا هو الطبيعي، موقف من أيد الحصار هو غير الطبيعي. أما أن هجومي على التحالف مرتبط بخروج قطر من التحالف أو هذا الكلام غير صحيح، ربما تزامن المسألة. أما أنني إيديولوجية مع قطر أو أن هناك من يدعمني من قطر أو يمولني من قطر أو يتصلوا بي يقولوا لي أسعد قول أو أسعد لا تقول، هذه سذاجة وهذا كلام غير مقبول. وهذا أنا أقول لهم شوفوا لكم أسطوانة غير هذا الأسطوانة، لأني أصبحت مشروخة يا أخي، أصبحت مشروخة حتى أنا عندما أقرأها لا أتشجع حتى أني أرد عليها، هذه سخافة ومهزلة ما بعدها مهزلة. قطر مدوختكم ومبهدلتكم اجتماعيا وسياسيا دبلوماسيا وإعلاميا، وخلتكم تدور حول أنفسكم كالذي يلعب بذيله، ثم تأتي وتقول قطر تستعين بفلان. وين تستعين؟ أنت الذي بحاجة إلى أن تستعين، أنت كسعودية. وأن إذا قل لي هذا الأردني هذا الطراون أو الخراون ماذا تسميه؟ لماذا لا يسموه مرتزق للسعودية؟ هذا الجزائري الآخر الذي يطبل للسعودية لماذا لا يسموه؟ يعني من يعاند السعودية هذا مرتزق، هذا مدعوم، لكن من يطبل للسعودية؟ أنا كنت متهما يوما ما أنني أتعاطى بالريال القطري، بالريال السعودي قبل قطر. عندما ذهبت إلى العمرة وكنت أقول وما زلت أقول، ومقاطعي الذي ينزلها الذباب الإلكتروني يقصقصوها ويلعبوا فيها أن السعودية هذه والله لا يكرهها إلا حاقد، أنا ما زلت على موقفي، والله لا يكره هذا البلد ولا يتمنى له الشر إلا إنسان حاقد ومريض ومنافق. هذه بلد يعني لها أهميتها، لها خصوصيتها، لها مكانتها الدينية، فيها مقدساتنا، فيها أمور، لكن السعودية شيء وحكامها شيء، ينبغي أن يفصل الناس عن هذا الكلام. السعودية كأرض وكهوية وكمقدسات شيء. أخوف ما نخاف على السعودية الآن هي من
من رأس الحكم. الآن الإلحاد ينتشر وبكثرة. الآن سأسأل البعض، يقول لك مثلا أنت لم تكتفي فقط بالدفاع عن قطر من مسافات بعيدة، لم تكتفي بالدفاع عنها من بريطانيا وفي مواقع التواصل، وإنما ذهبت هناك إلى قطر وقمت بالتوقيع وقمت بالرقص عندهم هناك وصلت الجنبية وقعدت وجلست ترقص، وبعد ذلك قمت بتشجيع قطر في كأس آسيا حتى أكثر من الشيخ تميم بنفسه. صحيح صراحة أحلى شيء. خلني أقول أكون صريح معكم أنه كما قلت لك إلى يوم الحصار وإلى بعد الحصار بشهر تقريبا لم أكن أعرف قطري قط، رغم أنني أعرف كل الجنسيات في بريطانيا. سبحان الله، تدبير إلهي. إلا القطري، لم ألتقي بقطري في حياتي إلا داخل قطر. بصراحة يعني أحلى شيء أفرزه الحصار أنني تعرفت على هؤلاء الإخوة، ناس أوفياء، ناس طيبين، ناس محترمين، ناس مظلومين لهم قضية. أنا لست مع قطر، والله إن حصل ما حصل لقطر مع الجزائر سأكون مع الجزائر، وإن حصل ما حصل لقطر مع السودان سأكون مع السودان، مع الجن سأكون مع الجن، مع ناس في كوكب آخر سأكون معهم. نحن أصحاب مواقف، لا يستطيع أن يزايد علينا أحد. من يعرف أسعد الشرعي عن قرب يعرف أنني عندي أبيض وأسود، ما عندي منطقة رمادية. قطر مظلومة، حصار قاشم 13 نقطة، هبلة، وأربعة وزراء خارجية كانوا كل واحد أهبل من الآخر، يطلعوا يتناقضوا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كلام غير منطقي، كلام غير واقعي، تآمروا، زعزعوا المملكة، مدري إيش، بعدين فن. يا رجل والله العظيم ما رأى التاريخ فجور في الخصومة كما رأى الناس الفجور على الخصومة الذي يمارس على قطر. يا رجل، برامج التلفزيون في رمضان كلها أسئلة عن قطر، شيء مهزلة. أقول لك شيء حتى برنامج أنا أي واحد أجيبه هنا أقول له كلمة أخيرة في إطار هذا الكلام. أقول لك شيء، لا تلوموا أحد يحترم قطر، لا تلوموا أحد أبدا يا أخي. والله أن عن نوعية خصوم قطر تجعلك تحترم قطر حتى ما تشتيهم، حتى لو كنت ما تريدهم، حتى لو كنت ما فيك شيء اسمه قطر، عندما ترى نوعية الخصوم ودناءتهم وحقارتهم والفجور في الخصومة تحترم قطر لا إراديا. يا أخي صلى الله على النبي، ما رأينا فجور وتعدي كما يحصل من 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 حلف الفجار على قطر. موقفي طبيعي جدا. ينبغي أن تسألوا من أيد الحصار، لماذا أيدت الحصار. أما هذا الكلام بقي موضوع التشجيع. أنا مش رياضي للأمانة، أنا مش رياضي ولا أفهم في الرياضة ولا أحب الرياضة، لكن قسما بالله يعني في كأس الخليج أنا شجعت من زاوية سياسية حقيقة. رأيت أن الإماراتيين ما أخذوا الأمور بروح رياضية، يعني تعبئة وشاحن وخطاب كراهية، ويمر على منتخب النائل إنه لابد إلا قطر، لا تفوز قطر، ينبغي. قلت والله، بعد قلت والله نشجع قطر، وتنبأت لقطر وقلت لهم والله أنكم فائزين، وتواصلت حتى مع المنتخب نفسه في معسكره هناك ومع رئيس الاتحاد، قلت لهم والله أنكم منصورين إن شاء الله، لأنكم داخلين بمعنويات مرتفعة بينما غيركم داخل بنفسية غير رياضية، داخل بنفسية معقدة، داخل بنفسية حاقدة، وسيدخلوا وعيونهم عمياء. وشجعناهم، لست وحدي، والله أنه كان مهرجان عربي في ليفربول، مهرجان عربي عندما فرح الناس أن قطر مرغت أنف الإمارات رياضيا وضربتها بالرباعية القاتلة. كل العرب ارتاحوا، لست أنا وحدي، كل العرب ارتحنا واحتفلنا وعملنا هذه. الكل يكره الإمارات يا أخي، لماذا لا نعترف بهذا الواقع؟ لماذا لا نعترف بهذا الواقع؟ لا أحد يطيق، لا عيال محمد زايد ولا سلمان ولا سعودية ولا إمارات، يعني حكام هذه الدولتين. طيب تفضل يا سيدي. البعض يسأل سؤال يقول أسعد طيب البعض يقول أسعد، وإحنا بنرجع اليمن، لأن قضية اليمن مهمة جدا. خلينا في اليمن. وأنا أحب اليمن حبا كبيرا وحبا شديدا، ولم أجد من أهلها، شوف بمختلف ألوانهم وأطيافهم، إلا رجال. شوف هذه كلمة وشهادة حق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمر في اليمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه وخير ما كانت عليه. طيب، لكن قبل أن نذهب إلى اليمن أريد أن أسألك سؤال. في كثير من الناس، وأنت ذكرت هذا في طيات كلامك، يقول أسعد أنت حاقد على المملكة العربية السعودية تحديدا، على هذا الكيان، وإن قضيتك ليست قضية ضد حكام، وإنما هي عبارة عن، معليش اسمح لي على هذه الكلمة، عبارة عن مثلا نوع من الحقد تجاه السعودية أو نوع من الكراهية تجاه السعوديين، لذلك أنت تتنفس حقدا كلما تتحدث عن المملكة العربية السعودية.
يعني خلينا نفترض جدلا أنني حاقد عليها، ألا تجد لي مبرر أن أحقد على هذه الدولة؟ قتلت أهلي، قتلت النساء والأطفال، دمرت اليمن، نهبت الأراضي، أخذوا الموانئ، أخذوا الجزر، دخلوا بلد بلد. يا أخ عمر، يا أخ عمر، أنت والمشاهدين الكرام، أي حقد؟ والله العظيم لو أقدر أكل محمد بن سلمان أكله، أكله وأبوه كمان. كيف حقد؟ أنت حقد فعلا، أكاد أتميز من الغيظ. أخي دمروا بلدي، يا أخي دمروا بلدي، صلى على النبي. يا أخي أدخلوا البلد الآن اليمن إلى أن تتعافى، أكبر مأساة إنسانية في الكون يا أخ عمر، وهم أصل المشكلة. ثم يأتي ويعطيك، يهدم بيتك ويعطيك خيمة ويقول لك يلا قول شكرا سلمان، يعطيك علب فول وفاصوليا وزيت منتهي الصلاحية، وهو يوقف موانئ ومطارات تدخل 10 مليار في السنة، ويجي يقول لك يلا قولوا دمرنا، دمر البلد، نشر المجاعة، طرد المغتربين، بهدل بالناس، أذل الإنسان اليمني. أقول لك بصراحة والله أن النظام السعودي يتعمد عمدا بسبق الإصرار والترصد وبعملية ممنهجة إذلال الإنسان اليمني. اسأل ماذا يحدث في منفذ الوديعة، اسأل ماذا يحدث داخل اليمن، اسأل أينما ذهبت. لا ليس والله، لو كان لديهم ذرة إنسانية أو شعور بالجوار أو بالأخوة أو الشعارات الذي يرددونها رفع المعاناة، لاستثنوا الإنسان اليمني يا أخي من الدعودة والبعودة والشيطنة والكلام الفاضي اللي قاعدين يقولوه والبلاء. اليمني يموت 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 في السعودية، يذهب أخوه ليستلم الجثة، يقول لك جثة أخوك مات وإقامته منتهية، الميت إقامته منتهية، روح جدد الإقامة، وعشان جدد الإقامة لازم يعمل تأمين صحي للميت، وهو يمني وانت مدمر بلده، وانت يعني أين تطرده؟ تطرده من السعودية إلى بلد أنت دمرتها؟ كيف ما أكون حاقد؟ أحقد عليه وعلى أبوه وعلى اللي خلفه كمان. طيب هل أنت حقدك على الحكومة السعودية أو حقدك على السعودية ككيان أو على الشعب؟ على من تحقد؟ لا يا أخي، الشعب مسكين، الشعب السعودي إيش أحقد عليه؟ هو بحاجة إلى من يشفق عليه، مساكين يعني، ناس في سجن كبير اسمه السعودي. أنا لا أحقد على الشعب السعودي، ودائما ما أكرر لا تصدقوا من يقول أسعد حاقد على الشعب السعودي، والله أنهم إخواني. وفي الشعب السعودي رأيت أنا بأم عيني ناس مواقف من سعوديين، ناس أصلة، شعب عربي، وشعب عربي مثله مثل أي شعب عربي، باستثناء من يدورون في فلك النظام، أولئك المستحمرين، أولئك الذي ممكن يكذب عيونه وحواسه وعقله الذي والقدرات الذي ميزه الله عليه ويصدق محمد بن سلمان. هؤلاء مستحمرين، يعني نعتبرهم إنهم كالأنعام، بل هم أضل. أما السعودي الذي مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هؤلاء نقدر مواقفهم ونتمنى أن يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. واحد يقول لك طيب أنت الآن زعلان على عاصفة الحزم هذه رغم أنك أنت أيدتها في البداية، ماذا تقول للأشخاص الذين قتلوا وذبحوا وهجروا بسبب هذه العاصفة التي كنت في يوم من الأيام أنت تؤيدها؟ أنا بالمناسبة، بالمناسبة وأنا أحب دائما أكرر هذه النقطة، أنا كنت أدعم عاصفة الحزم طالما أنها لتحجيم الحوثي، وطالما أنها تهدف إلى إعادة الشرعية، وطالما أنها ستعيد اليمنيين إلى طاولة الحوار السياسي، لكنني بكل تأكيد ضد أي انتهاك يحدث، ضد أي قتل لمدنيين، ضد أي تدمير لبنية تحتية، إن بقي أصلاً في اليمن بنية تحتية. طيب شوف المفترض الآن لو أن الناس يقرؤون المشهد بحيادية وبتجرد وبدون عناد وبدون مكابرة، المفترض حتى السعوديون أنفسهم ينبغي أن ينفضوا أيديهم من هذه العاصفة، ويعلموا أنها عاصفة كذب دجل كذب. ماذا حدث يعني؟ 5 سنوات الآن ما زالت الطائرة تضربكم إلى داخل السعودية. أي عاصفة أنتم دخلتم؟ شوف، لا يوجد الآن مجال للشك على أن المستفيد الوحيد والذي ازداد قوة والذي ازداد تمكين من عاصفة الحزم هو الحوثي. لا تستطيع، لا تنكر أنت، الواقع يقول هذا الكلام. لا زال يضربكم بعد 5 سنوات، يضرب أنابيب النفط في العمق السعودي. أليس هذا فشل؟ أليس هذا يعني فضيحة؟ أليست كارثة؟ أليست مدعاة إلى أن نعيد النظر في عاصفة الكذب والحزم والخرط والكبد؟ يا أخي، يا جماعة تقوى الله، الله ما شفنا عرفنا الله بالعقل. اقرأوا المشهد، شوفوا الأهداف المعلنة، هم عاصفة الحزم، الخرط، الكذب، الدجل، حققت أهدافها الغير معلنة. وهذا الكلام يفهمه الأخوة في السعودية. الأهداف المعلنة جاءت عكسية الشيء اللي قالوا، جاء عكس. استعادة الشرعية، ذهبت الشرعية، تخريف المعاناة، زيد المعاناة، بدري أيش الحوثي، ازداد الحوثي قوة،
لا صديق. أما الأهداف المعلنة والله أنها تحققت كلها لكنها لن تدوم. الأهداف الغير معلنة هو بناء ميناء في بحر العرب في المهرة. ما الذي ذهب هنا المهرة؟ لا يوجد حوتي في المهرة. يقول لك مشان التهريب، كذابين، وعشرين كذابين هم مسيطرين على البر والبحر والجو، ولا يستطيع عندهم دعم أمريكي لوجستي في المخابراتي، لا يستطيع حتى إبرة تدخل من البحر، لا تصدقهم. هذا يعني يريد أنابيب نفط، خط نفط في هنا، وسواء ميناء عدن الاستراتيجي الذي هو منذ أيام زايد عين الإماراتيين عليه، لأنهم يعلمون وأنا وأنت تعلم وكل الناس الذي لهم حتى أبسط خلفية سياسية أو جغرافية يعلمون أن ميناء عدن هذا لو عمل ولو استقرت البلد لما كان هناك شيء اسمه دبي، ولا ما كان هناك شيء اسمه إمارات. طيب أستاذ أسعد، معلش، دخلت السعودية عاصفة الحزب، دخلت اليمن بعد أن لبت نداء الرئيس الشرعي باليمن عبد ربه هادي منصور لإيقاف زحف الحوثي، الحوثي الذي يعتبر ذراع من أذرع إيران، الحوثي الذي يعتبر موالي أو تابع أو يأتمر بأمر إيران، أليس من حق السعودية، هذا حق مشروع سياسيا، أن تدافع عن حدودها بسبب وجود هذا الخطر الجاثم على 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 حدودها الجنوبية؟ جميل 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 رائع. دعني أولا يعني أسلم على الرئيس اليمني حفظه الله ورعاه. صدقني هو تفاجأ مثلنا بالعاصفة، لا تصدق أنه طلب وما طلب، هذا كذاب. نحن كما قلت لكم قالوا يعني يحجم الحوثي، يضرب الحوثي. نحن الآن أمام الواقع، هل تحجم الحوثي؟ هل تضرر الحوثي بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات؟ هنا السؤال يا أخي، هنا السؤال. قلنا لك لا زال يضربكم إلى داخل، يضرب السعودية إلى داخل أنابيب النفط عندها. إذن المسألة كذب، وهناك فشل، وهناك فضيحة. ما قلت أي، تخيل معي وأنت شاب ومثقف ورائع، إذا تعرف جغرافية اليمن، الحوثي تحرك وهم 40 شخص تقريبا من صعدهم، تمام، من صعدة، ثم تحركوا تدريجيا تدريجيا وأسقطوا المدن والقرى والقرى. علي عبد الله صالح انضم إليهم، أمر القبائل أن تنضم إليهم، إلى أن تحول إلى تسونامي. والسعودية تنظر، لاحظ أين الخوف على حدودها يومها. السعودية تنظر والحوثي يتحرك ويسقط المدن، إلى أن احتل صنعاء بضوء أخضر سعودي إماراتي لضرب الإخوان المسلمين، وهم يعلمون هذا الكلام علم اليقين. لحظة، اشرح لي عيد النقطة هذه. الحوثي جالس في صعدة، الحوثي ممتاز، الحوثي تحرك من صعدة، أيوة، قلت لك، والمسافة بعيدة من صعدة إلى صنعاء، وأسقط المدن، ونحن نرى وهم يرون والسعودية يرون. لماذا لم تضربه وهو في عمران، البوابة الشرقية أو الغربية، لا أذكر الجهات، لصنعاء؟ عمران معروف جغرافيا، إذا سقطت عمران سقطت صنعاء. لماذا لم يتحركوا؟ لم يتحركوا حتى عندما أسقط صنعاء نفسها، لم تتحرك عاصفة الحزم. وهنا السؤال يا أخ عمر، لماذا لم تتحرك عاصفة الحزم وقد سقطت عاصمة البلد؟ لأن الحوثي أصلا لم يصل إلى المكان المراد له أن يصل، لم يصل إلى عدن الذي هي مربط الفرس وهي أصل المشكلة. الحوثي يا أخي أداة، الحوثي مهد له، الحوثي مرضيا عنه، السعودية والإمارات راضية عن دخوله إلى صنعاء. الإمارات بالذات، السعودية نقدر نقول غباء سياسي، أما الإمارات فهي من دفعت به وأمرت حليفها الرئيسي يعني عبد الله صالح بدعم الحوثيين وتسليم معسكرات الحرس الجمهوري كاملة للحوثيين، وطلب بالقبائل الموالية لصالح أن تنضم للحوثيين، إلى أن وصل إلى عدن. شوف، لم تنطلق عاصفة الحزم عندما سقطت عاصمة البلد، انطلقت عاصفة الحزم عندما وصل الحوثي إلى المكان المراد له أن يصل وهو عدن، عندها حلقت الطائرات وقامت الطائرات وأخذوا عدن ثم سقطرة ثم كل شيء حتى تحرير عدن. اسمح لي أبين هذا الكلام، وهذا الكلام موجه للأخوة في جنوب اليمن، لا يوجد شيء اسمه تحرير عدن، هذه كذبة، هذه كذبة بالعقل، 1+1=2. من الذي كان يسيطر على عدن؟ نعم هناك مجاميع شعبية دخلت عدن من الحوثيين من أصحاب النهب والسلب، هؤلاء قتلوا وقتلتهم المقاومة الجنوبية، لكن من كان يحيط بعدن ولحج والحزام الأمني لحدن ولحج إلى عاصفة إلى عاصم معسكر العند الاستراتيجي هي معسكرات علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح عياله، مرته، أمواله، فلوسه، أسرته هناك في دبي، ليس عدوا للإمارات، حتى نتصور أن الإمارات حاربت علي عبد الله صالح وهزمت علي عبد الله صالح ثم حررت عدن، لا يوجد هناك صفقة، سلم عدن لنا وتبقى أنت وعيالك في دبي. ما الذي تريده الإمارات من اليمن؟ أخبرتك يا أخي، أقول لك بقاؤهم مرهون بميناء عدن، ميناء عدن لابد أن يبسطوا سيطرتهم عليه،
أول ما تأسست الدولة في الإمارات الشيخ زايد وبعد فترة من الفترات استأجر ميناء عدن من علي عبد الله صالح لا أدري لثلاثين أو خمسين سنة، ثم استعيد عبر المحاكم عن طريق وزير النقل يومها واعد باذيب، ثم الآن بعدها حصلت عاصفة الحزم وجاءت الإمارات والآن تسيطر على عدن سيطرة كاملة. سيطر ميناء عدن يا أخ عمر، لو تحرك هذا الميناء لوحده بغض النظر عن النفط والثروة السمكية والستة الموانئ الاستراتيجية الأخرى، هذا الميناء فقط لو تحرك لكف اليمنيين ولا محتجنا مساعداتهم ولا محتجنا إغاثاتهم ولا استقر الوضع. ميناء استراتيجي واحد من أهم ثلاثة موانئ في العالم مش لعبة. في الخمسينات كان الميناء المنافس لنيويورك، ثاني ميناء من حيث الملاحة البحرية في العالم. يا أخي بلدنا استراتيجيا جغرافيا قوية، لكنهم لا يتركونا لأنهم يعلمون لو استقر اليمن لديه ما ليس لديهم في اليمن، أشياء ليست في السعودية وليست في الإمارات وليست في قطر وليست في الكويت. لدينا ميناء عدن، لدينا مندب باب المندب، لدينا سواحل، لدينا جزر، لدينا إنسان يمني يعمل في مصانع كريسلا في أمريكا وفي مصانع فورد أو في 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 شفيلد هناك، والإنسان الخليجي ما وعى إلى الدنيا. الإنسان اليمني عندنا يعني مناخ، عندنا تنوع ثقافي، عندنا سياحة، عندنا كل شيء، لكنهم لا يتركون لأنهم يعلمون لو نهضت اليمن واستقرت، لأنهم لا كلما الفترة الوحيدة التي حاولت اليمن أن تستقر في زمن إبراهيم الحمدي قتلوه وكان عنده مشروع وطن. طيب ممتاز. اليوم أنت تكلمت فيه أكثر مرة، الإخوة في جنوب اليمن ممتاز يقولون يا ابن الحلال سنة 94 هذه كانت سنة تعيسة كبيسة شؤمة علينا، إن شاء الله ما تنعاد ولا تتكرر. يا ابن الحلال يا أخي، أنتوا حبايبنا إخواننا في الدين إخواننا في الدم، شمالين خلوكم في حالكم، أبعدوا في مشاكلكم، أبعدوا في عفاشكم، أبعدوا في علي محسنكم، أبعدوا في حذيكم، أبعدوا في صلاحكم، خلونا في حالنا يا أخي، مشاكلكم ما تنتهي. طيب أليس من حق الجنوبيين اليوم أن يطالبوا بالانفصال؟ وهذا حق موجود، رأينا الناس في كتالونيا تطالب بالانفصال، الناس عندي هنا في كوبيك في المقاطعة التي يعيش فيها في كندا يطالبون بالانفصال، رأينا الاسكتلنديين يطالبون بالخروج، رأينا البريطانيين يطالبون بالانفصال والاتحاد. لماذا حينما يطالب الجنوبي اليمني بالانفصال يكون هناك مشكلة وهناك تدمير لحمة الوطن وتدمير لك؟ أين المشكلة؟ أليس من حقك؟ أنا انفصالي شمالي، اعتبرني أنا انفصالي شمالي وأنا لست ضد الانفصال وأنا مع الانفصال. شوف يا أخي، الموضوع ليس هكذا، ليس انفصالا. أولا هم فيهم إذا كانوا يعتبرون وحدة فاشلة، هم يعتبرون التواجد الشمالي بعد 94 احتلال. شوف احتلال التواجد الشمالي اليمني نعم. شمالي في الجنوب احتلال. ألم يكن هذا احتمالا حينما يأتي جندي شمالي يأمر على ضابط جنوبي؟ ألم يكن هذا احتلالا حينما يأتي قيادات الشماليين وشيوخ قبائلهم وشيوخ عشائرهم ويتملكون الأراضي في جنوب اليمن؟ شوف أنا لا أنكر أنهم ظلموا كما ظلمت صعدة واليمن والكل، مظلوميتنا واحدة، ما في حاجة اسمها قضية جنوبية أبدا، هنا قضية يمنية علي عبد الله صالح. المشكلة هم بياعين، هؤلاء دعاة الانفصال تحت المظلة الإماراتية، هؤلاء بياعين، هؤلاء ليس لهم سيادة، ليس لهم كلمة. يا أخي عيدروس الزبيدي الذي يسمونه رئيس المجلس الانتقالي ورئيس جنوب اليمن كما الجنوب العربي، يا أخي أنا أستغرب، أنا كيمني توحدت مع دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية، هم يقولون لا اسمهم الجنوب العربي. يا أخي أنا ما توحدت مع دولة اسمها جنوب عربي، أنا توحدت مع دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية. جاء عيدروس الزبيدي إلى هنا، جاء عيدروس الزبيدي إلى بريطانيا وقال أن الاحتلال الإنجليزي لجنوب اليمن الذي استمر 130 سنة والذي الإنجليز أنفسهم يسمونه احتلال سماه شراكة. شوف التناقضات، يعني سامحوني يا أخواننا في الجنوب، والله أن من يقود المجلس الانتقالي مجموعة همج متخلفين. طيب. لا يقولك شراكة لأنهم بنوا لأنهم أبدا. أسسوا لأنهم وضعوا معليش وضعوا برامج تعليمية برامج تطويرية لكن ما الذي رأوه من الشماليين؟ معليش انا يعني انا بتكلم بصوت جنوبي. شوف هم شركاء في الوحده، ان نجحت الوحده فنحن شركاء وان فشلت فنحن شركاء في الفشل. لا ينبغي ان يرموها على علي عبد الله صالح وينجحوا علي سالم البيض، كلاهما علي وعلي كل واحد منهم اوسخ من الاخر. جاء الرجل ويسمي الاحتلال الانجليزي
شراكة، ويسمي التواجد الإماراتي الذي هو احتلال مكتمل الأركان شراكة، بينما يسمي الوحدة احتلال. طيب عدلوا مفاهيمكم أولا، عدلوا مفاهيمكم. أما الانفصال يا أخي انفصل، الله لا ردك، من ماسكك؟ أنا أتساءل وأسألهم دائما، لماذا لم تنفصلوا إلى الآن؟ ما الذي ينقصكم؟ لا يوجد أحد غيركم في عدن، لا يوجد أحد، كل السيطرة كاملة لكم تحت مظلة الإمارات. أنتم عبيد الإمارات، لكن ما زال القرار السيادي ليس، لماذا لا تنفصلوا؟ ما زال القرار السيادي ليس في يد الجنوبيين، وإنما في يد حكومة الشرعية أو من تمثلها التي هي تعتبر هذه ما عندهم قرار دولي يستطيعون يعني استخلاصه في هذه اللحظات. هم يا أخي هم يا عمر يتكلمون عن سواعدنا وتضحياتنا وستقرير المصير وسنستعيد ولولتنا. أنا قلت لهم هذا الكلام، هل هو من حقهم ولا؟ اسمح لي، أنا أقول لهم دائما قرار الوحدة أو الانفصال له بيدك في الجنوب وله بيدنا في الشمال، هذا هو قرار إقليمي، هناك من يحدد تنفصلوا أو لا تنفصلوا. إذن ما في داعي للتطبيل والشطحات ونحن ضحينا وسواعدنا وسنستعيد دولتنا. بلا خرابيط يعني، بلا خرابيط. أنت ما ليس لك قيمة، مثلك مثل الشرعية في الرياض، حتى نكون منصفين، شرعية ليس لها قرار ولا الانتقال له قرار ولا أحد من هؤلاء له قرار، القرار إقليمي وليس يمني للأسف الشديد، وينبقي أن هذا الكلام. وأنا أتمنى لهم التوفيق وأتمنى أن ينفصلوا، وأنا متأكد أنهم إذا انفصلوا، وأقول لك من الآن واسمعوا هذا الكلام، والله أنهم سيتمنون أنهم لم ينفصلوا، لأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يا أخي صاحب الضالع ما يتحمل صاحب أبين، ولا صاحب حضرموت يتحمل صاحب يافع، بينهم بأسهم بينهم شديد. أكبر تصفيات دموية حصلت في التاريخ في المنطقة عندهم، أكبر مجزرة حصلت 25,000 بني آدم قتل في 13 يناير 86 عندهم، وإذا انفصلوا سيتصارعون وسيتقاتلوا. لكن حقهم كما يقولوا، الله يفتح عليكم، سيروا والقلب داعي لكم، انفصلوا، لماذا لم تنفصلوا للآن؟ طيب الآن اليوم البعض يقول لك القضية، معلش عذرا، يقول لك قضيتنا احنا قبل أن تأتي الإمارات، قبل أن تأتي الإمارات إلى اليمن في عاصفة الحزم والسعودية، نحن اليوم كنا نطالب بهذه المطالب. جو الإماراتيين، معلش، جو الإماراتيين، هذا الكلام، وأنا أتحدث الآن بلسان الجنوبي الذي قبل بأن يكون، قال لك جو الإماراتيين قالوا لنا ما هي مطالبكم؟ قلنا مطالبنا الانفصال، قالوا مرحبا، نحن سنقدم لكم الدعم المناسب، نحن سندعمكم بالمال والدعم اللوجستي وندعمكم حتى في صناعة واستخلاص واستخراج قرار سياسي. أليس من حقهم أن يتحالفوا مع الإماراتيين؟ أنا سأجيبك على هذا السؤال، وهذا سؤال جميل ورائع. أولا لا يستطيع أن يقولوا لنا أن الإمارات هذه جاية علشان سواد عيونهم، محبة فيهم، طلبا للأجر والمثوبة. للإمارات أجندة والإمارات أطمع، لكن قضيتهم من قبل الإمارات، هم قضيتهم من قبل دخول الإمارات. أنا يا أخي شوف، ليسوا هؤلاء المشكلة، أن الجنوب أنفسهم ليسوا متفقين. هناك أناس يرون الانفصال في ظل الاحتلال الإماراتي قضية، وهناك جنوبيين، يعني أنت الآن تتكلم عن الجنوب، عن أي جنوب تتكلم؟ هم الآن مختلفين، هم الآن 4 فصائل أو 5 فصائل، قلت لكم لا يتفقون. هناك فصيل آخر ونحن مع هذا الفصيل، هذا يقولون لا نقبل بالوصاية الإماراتية، لكننا نطالب بتقرير المصير، نطالب بالانفصال. هذا فصيل وذاك فصيل. أنت الآن لا تعلم بخفايا الواقع الجنوبي، لأنهم هم أصلا مقسمين فكريا، هناك ناس مع الإمارات وهناك ناس ضد الإمارات، وهناك من يرى الانفصال تحت القطاع، تحت غطاء الإمارات، وهناك من يراها خارج عن سيادها الإماراتية. إذا اتفقوا الله يفتح عليهم، ينفصلوا كيفما يشاءوا. في نهاية المطاف أنا قلت لك لا هم ولا الشرعية ولا أنا ولا أنت ولا عيدروس ولا شلال، وأقولها بمنتهى الوضوح الواضح أنه لنا قرار أبدا، القرار إقليمي للإمارات والسعوديين، وصلى الله وبارك، إلى أن يهيئ الله لهذا اليمن رجل قوي يطرد كل هذه الزبالات إلى خارج اليمن. طيب البعض يقول الإخوة في شمال اليمن لا يريدون الانفصال، لأنهم يعلمون أن معظم الخيرات والمعادن والثروات والموانئ والمناطق الحساسة والاستراتيجية إنما هي في جنوب اليمن، فإذا انفصل الجنوب عن الشمال لم يعد للشمال أي قيمة اقتصادية حقيقية. الله أكبر، الله أكبر. شوف الوحدة قبل الوحدة بأيام، بشهور، بسنة، على ذكر الخيرات والمسرات والثروات، أفقر شعب كان في العالم الشعب الجنوبي هذا، دخلوا الوحدة وهم كان أكبر تجمع فقراء
ربما في المنطقة. كان في فقر، كان في فقر، لكن كان في مستوى تعليمي وأكاديمي متقدم في الجنوب بمراحل، مش فقط عن احترامي، ليس فقط عن شمال اليمن بل حتى عن بقية الدول العربية. كان في، كان في عمر، والله إن الأمور أثبتت. يا أخي أنت اذهب وانظر إلى رموزهم، خذ، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أسبب لك الإحراج في 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 في, في برنامجك. أنا ما عندي والله. هنا عندي، أنا عندي تبغى من ترامب إلين إلين آخر واحد. خذ راحتك، أنت خذ رموزه، خذ عيدروس هذا، خذ شلال، والله في منتهى الجهل، في منتهى التخلف. لكنهم كانوا يقاتلون الإرهاب كما يقولون في جنوب اليمن. لحظة أقول لك شيء، وكان لهم مواقف. نحن إذا كان اقتصاديا أحد تضرر من الوحدة فهو نحن في الشمال. الوحدة دخلنا الوحدة والشمال كان متعافي تماما، والدولار بثلاثة ريال ولا عندنا. إحنا هم دخلوا الوحدة وكانوا يأكلون بالبطاقة التموينية، يعني عند بطاقة تموينية يشتري بها أقراص فروتي أو خبز أو أرغفة خبز، فقط فقط هذه البطاقة يشتري بها وخلاص. إذا 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 سقط عليه واحد من الخبز يعني يجلس يوم بدون أكل. كانوا نحاف، كانوا فقراء، كانوا مسحولين، كانوا يعني مضطهدين من الحزب الاشتراكي. أقول يا أخي والله العظيم، واسمع ها كلمة، أن أوسخ مرحلة، أوسخ مرحلة من 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 بداية الوحدة إلى الآن تعتبر جنة مقارنة بما كانوا قبل الوحدة، وهذا الكلام هم يعرفوه. ولو فصلت لك ماذا كان يفعل بهم الحزب الاشتراكي وكيف كان، لم يروا الحياة أصلا، لم يتعاملوا كبشر إلا بعد الوحدة أصلا، لم يصبح لهم كيان ولا كانوا شوية، يعني ليس لهم قيمة من الحزب الاشتراكي. لم يقل أحد أنه كان الجنوب عبارة عن جنة من الديمقراطية تنافس فرنسا وتنافس بريطانيا، لكن كان يقولون في تلك الفترة كان هناك لديهم الجامعات والمراكز التعليمية والمدارس، كان لديهم هناك نوع من التطور في على من الجانب الصحي، في الخدمات الصحية، في الخدمات الأكاديمية، على مستوى الطرق والشوارع. هذه الأمور لم تكن موجودة في الشمال. عدن هي حاضرة المنطقة، كانت عدن أيام الإنجليز. أيام الإنجليز فقط. عدن أول منطقة يحدث فيها يدشن فيها قطار وإذاعة ومسرح، قبل ربما القاهرة سبقتها ربما، لكن قبل هذا الخليج وقبل كل عدن فعلا كان فيها نهضة، كان فيها مدنية، كان فيها كل شيء في عهد الاستعمار البريطاني الذين يحاربونه الآن. أما ما بعد الاستعمار البريطاني جاء الشيوعيون، وأنت تعرف ما معنى الشيوعيون، كله قتل، كله تأميم، كله خمور، كله بلاوي. وأنا ذهبت إلى عدن يا أخي بعد الوحدة بستة شهور، والله عدن المرسومة في ذاكرتي حسب ما كان يقوله لنا كبار السن عدن، وكانوا يغنوا عدن عدن فيها الهواء ملون، وعدن هذه كنا ونحن صغار الذي يذهب إلى عدن كأنه ذهب إلى كوكب آخر، يعني شيء جميل. أثناء المعارك التي نشبت في فترة من فترات، كانت هناك فتاوى تخرج من شيوخ مولودين في شمال اليمن تستبيح دماء أبناء الجنوب، وخرج العشرات، بل كان هناك بعض العناصر من تنظيم القاعدة أو الذين كانت لهم علاقات بأسامة بن لادن وغيره اشتركوا في تلك الحرب وأهدروا دماء الجنوبيين. أنا في 94. نعم 94 أنا كنت متواجد، ليس جندي أو شيء، أنا كنت متواجد ضمن الإغاثات، يعني في إغاثات من الشمال ذهبت إلى عدن في لفتة كريمة لم يشهد لها التاريخ مثيل، من جميع قرى الشمال ذهبت بالخرفان بالأكل بالشرب إلى عدن، كنت معهم. والله أن من كان يحتل المدن الجنوبية هم جنوبيون. كانت تدخل قوات الشرعية يومها الذي كانت تبع لعبد الله صالح، تدخل بعد أن يدخل الجنوبيون أنفسهم. يعني هذا نقدر نقول صراع جنوبي جنوبي في 94. نعم كانت خيار صعب، كانت خيار ما كنا نريده ولا أحد يريده، لأنه حدث فيه قتل، لكن هذا لؤم العليين، لؤم علي سالم البيض الذي أعلن الانفصال، ولؤم علي عبد الله صالح. لم يكن للشعوب لا ناقة ولا جمل، لا في الحروب، لا حتى حروب ستة في صعدة، وحتى حرب 94 لم يكن، فقط نحن حطب حرب اليمنيين فقط، ومن يلام هو علي عبد الله صالح الذي يحتضنه هم الآن، يحتضنوا ابن أخيه في عدن يا مرحبا طارق صالح، ويعتبرونه مناضلا ويقاتل الحوثيين وهو إلى آخره. يعني هم إذا في قضية فهم أول من باعها. هل أنا تكون هناك فتوى من الشيخ الزنداني تبيح دماء الجنوبيين؟ يا أخي أنا مستغرب هؤلاء. أتى الحوثي من يقول أنا ابن رسول الله والولاية حقي، وجاء وكفر الكل.
كفر الكل، كفر اليمن وكفر السنة كلهم، وقال من لا يؤمن بولاية علي كمن أنكر جميع الأنبياء. لم يتكلموا عليها الجنوبيين، هناك حقد على الشيخ عبد المجيد الزنداني وعبد الوهاب الديلمي. يا أخي هؤلاء الاثنين المشايخ الفضلاء طلعوا على قنوات فضائية 1000 مرة وقالوا هذا كذب، هذا تلفيق، نحن لم نفتي، لكن قاعدين يشتروها ويكذبون على أنفسهم. هذا كلام هم أنفسهم أصحاب الشأن قد كذبوه، أنا لا داعي أن أعيده. طيب اليوم في الشمال يسيطر الحوثي بشكل أو بآخر، واندحار وتراجع كبير لمعسكر علي عبد الله صالح. الجنوب تسيطر عليه الإمارات بشكل أو بآخر، تسيطر على الموانئ، تشكل قوة، تعين مسؤولين، تقيل مسؤولين، تنشئ سجون، تسيطر على المطارات، تسيطر على موانئ، فأصبحت بشكل أو بآخر الإمارات هي التي تسيطر اليوم على المشهد في جنوب اليمن. السؤال، بعد مرور سنوات على عاصفة الحزم، احنا اليوم امضينا اكثر من 4 سنوات على عاصفة الحزم، الى اين ترى اليمن تسير؟ والله سؤال كبير يا اخو عمر، وكنت اتمنى الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورعاه، طبعا هو تم استثنائه من القات، ما شاء الله يدخل لقات، كنا نريد جيبوا له كذا قات مليح في الرياض ويعمل كيف رهيب هكذا ويفكر لنا ويطالب هو بالحل وليس نحن. أما أنا فكمتابع يعني متابع للشأن اليمني، أرى الأفق مسدود حقيقة، أرى الأفق مسدود، وأرى أنه نحتاج إلى 30 سنة كي تتعافى اليمن، وهذا ما يريده المحتلين. هم يريدوا بقاؤهم في اليمن أن تبقى الفوضى، أن تبقى الفوضى، ولهذا هم لقموا الواقع اليمني. يا أخ عمر، الآن في اليمن حزام أمني، وهناك نخبة حضرمية، وهناك نخبة شبوانية، وهناك ميليشيات أبو العباس في تعز، وهناك طارق ومعهم عسكرات، وهناك مش عارف من حق من، يعني الآن أكثر من 20 فصيل مسلح، بالإضافة إلى الحوثية، بالإضافة إلى الشرعية، بالإضافة إلى اللجان الشعبية. كل هذه اللجان لا تخضع للشرعية ولا لدولة ولا للرئيس، بمعنى أن الوضع ملقوم، وهم قد ألغموا الواقع اليمني إلى أن يتظل الفوضى لسنوات حتى يظل بقاؤهم، لأنه إذا استقر اليمن لم يكن لهم بقاء. إذا استقر اليمن ما الذي يبقاكم هنا؟ أنتم جئتم لاستعادة الشرعية، طيب استعدناها واستقل واستتب الأمر وكل شيء على ما يرام، يلا شكر الله سعيكم يا أخواننا في السعودية وأنتم الإمارات، يلا مع السلامة. وهم لا يريدون، هم جاءوا ليبقوا، وبقاؤهم مرهون باستمرار الفوضى، باستمرار الاقتتال، اقتتال اليمنيين فيما بينهم، ولهذا يدعمون هذا على هذا ويسلحون هذا على هذا، ولقم ويثيروا خطاب الكراهية. والآن يا أخي الجنوبي الموالي للإمارات أصبح يكره أخيها الشمالي في تعز الذي امتداد جغرافي لعدن، كراهية لا نراها إلا في كراهية السعوديين والإماراتيين لقطر، يعني شحن وخطاب كراهية. ألم يكن هذا موجودا من قبل عاصفة الحزب؟ زادت الوتيرة الآن بطريقة غير عادية، يعني خطاب الكراهية الذي عمقته الإماراتيين وإعلامهم، انظر إلى قنواتهم، انظر ماذا تقول، يعني الإصلاح عندهم، الإصلاح بالنسبة للإمارات هو العدو وليس الحوثي، ولهذا يفعلون كل ما بوسعهم أن يضربوا كل إصلاح في أي مكان، حتى الجبهات التي فيها إصلاحيين ضربت. الله أخي، أن ما قتلتهم الطائرات الإماراتية في جبهة نهم المجمدة وهي أقوى جبهة، ولو تركت لا اندحر الحوثي في صنعاء خلال شهر. هذه الجبهة لأن المكون الرئيسي فيها من الإصلاحيين ومن السلفيين ومن الشباب اليمنيين الذين هم يعني يحاربون الحوثي عقائديا، لا تصدق الانتقالي ممكن يكون مع الحوثي في أي مرحلة من المراحل، لكن من في نهم هم من يقاتل الحوثي قتال عقائدي. الطائرات الإماراتية قتلت من هؤلاء أكثر مما قتلت من الحوثيين. الجبهة أو المعسكر الذي يعرفون أنه فيه قيادات إصلاحية وفيه عناصر إصلاحية قوية يقصف بالأربعين بالخمسين بالستين، وأنتم كلكم شاهدتم في العام الماضي في عرفة وفي منى ويوم العيد 3 أيام متتالية 3 مجازر. خلاص يا أخي، الصورة واضحة. ما الحل برأيك؟ هذا الحل قلنا لك، جيبوا العبد ربو منصور هادي قاف ضخم وخلوه هو يشوف لنا حل. أنا كإعلامي أقول لك، أنا الأفق مسدود قدامي،
لا يوجد لدي تصور للمسألة إلا أن اليمن ذاهبة إلى المجهول. طيب الآن هذا الذي أستطيع أن أقول، سامحني إخواني في اليمن، هذا ليس تشاؤم، هذا ليس تشاؤم، وإنما هذا الواقع. إلى الآن يعني نتأمل الأفق لا نرى أي بصيص أمل. الشرعية ضعيفة، السعودية لئيمة، الإمارات غادرة ولها أطماع، الشعب اليمني مسلح ملقم مملشن كراهية، كله يعني لقمونا. اليمن الآن عبارة عن لقم موقوت يعني. لكن أقول في نهاية يعني حتى لا نخرج بنوع من اليأس، أنه ربما بمعجزة إلهية بتدبير إلهي أن يجعل الله لنا فرجا ومخرجا إن شاء الله. طيب لو جاء أحد اليوم قال لك أنت معك يا أسعد عصا سحرية نبغاك تصلح الأمور في اليمن، اضرب بعصاك في أي مكان وارسم لنا يمنا تريده، كيف شكل هذا اليمن الذي تتصوره أنت؟ أنت الآن أنت كفلت علينا، لا قلت لا في أمل ولا في سلوى ولا في سلمى ولا في حزلمة. أنا أتمنى أني أمتلك هذه العصا السحرية. لا أنا إذا تريدني أن أقول لك بكل صراحة سيزعل البعض، ربما سيزعل البعض، ما هي مشكلة. إحنا ما كل... الاستضافة ليست لإرضاء أحد وإنما الاستضافة لنفهم. أيوة، وهذا رأيي الشخصي، وهذا رأيي الشخصي حتى وإن اختلف معي الآخرين. إحنا شوف، تجريب المجرب خطأ مرتين، تجريب المجرب خطأ مرتين، ونحن جربنا في اليمن، جربنا كل الناس. وأنا كما قلت وأعيد وأكرر أن المكون اليمني الوحيد الذي قدم تضحيات وطنية من أجل الوطن ويحمل مشروع وطن هم الإصلاح. ولو كان لي يد، ولو كان لي سلطة، ولو كان لي عصا سحرية لسلمت اليمن إلى الإصلاحيين، وأنا على يقين أنهم يحملون مشروع وطني حضاري ضخم. والإصلاحيين، واسأل أي يمني، اسأل أي يمني على مستوى القرية، على مستوى الحارة، على مستوى المدينة، من هم أفضل الناس؟ من هم المكونين علميا، المثقفين، أصحاب المراكز، أصحاب الشهادة؟ هم من يحملون. ولو كان لدي عصا سحرية لقلت للإصلاحيين هذه هي اليمن. والله أنني مع الإصلاح، ليس تحزبا وليس حبا في الإصلاح، لكن لأنني أراه الخيار الوحيد، صمام أمل الوحيد الأمام الموجود أمامي. طيب إذن ما عندي خيار غيرهم. طيب إذن أنت لا تدعو لا لديمقراطية ولا لمهلبية ولا معزنون، تبغى تجيب جماعتك وأصحابك. أنت قلت عصا سحرية يا سيدي. طيب. عصا سحرية يعني كحل أوحد نسلمها للجماعة، وهم بعدين هم عندهم هامش للخلاف وللديمقراطية. هم يؤمنون بالصناديق الاقتراع، هم خاضوا انتخابات وفازوا بجدارة. هم يؤمنون في كل البلاد العربية الإخوان ناس حضاريين وعندهم فكر وعندهم قبول باللعبة الديمقراطية ويقبلوا النتائج. وأنت ترى أنهم فازوا في أكثر من بلاد، لكن يتآمر عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن وضعهم في اليمن ليس بنفس وضعهم في مناطق وأماكن. طيب اليوم كل بلد لها خصوصية. طيب أسئلة سريعة بشكل سريع، هل أنت مع اجتثاث الحوثي بشكل كامل أو مع عودته إلى مناطقه بشكل سريع؟ أنا لو أيضا لو بقيت العصا السحرية معي لأنهيت شيء اسمه حوثي. الحوثي شر وبلاء، الحوثي مشروع سلالي طائفي مدعوم من إيران. أنا لن تأخذني العزة بالإثم، ولن يدفعني مناكفة السعودية أن أتحوث كما فعل البعض وكما يفعل البعض عندما يمدحون الحوثي نكاية في السعودية. لا، أنا أعتبر الحوثي واحدة من بلاوي السعودية، واحدة من بلاوي الإمارات، وأنا أعتبرهم واحدة من أوسخ وأقذر أدوات السعودية. وأنا أقول لك قناعتي الشخصية هم لو يريدوا أن يزيلوا الحوثي لأزالوه، لو يريدوا أن يزيلوه تماما لأزالوه. يا أخي الحوثي كان يستعرض في الميادين المكشوفة في ميدان السبعين استعراض عسكري، يعني هدف عسكري، كلهم عسكريين. ثم والطائرات، وهذا الكلام من شهود عيان، الطائرات طائرات الإمارات والسعودية فوقهم. وبعد ميدان السبعين ما في أي سكن ولا في أي أحياء سكن، ميدان مكشوف هكذا. يستعرض عسكريا ويخطب زعمائهم في المنصة الرئيسية، وتمر طائرات التحالف من فوق الميدان، ثم تذهب إلى حي سكني وتقتل أسرة بيت الريمي، وتقتل الأسرة كابلة وبقية بثينة عين الإنسانية. هناك لعبة في اليمن قذرة، هناك مخطط وهناك إرادة إماراتية سعودية أن تبقى السعودية. أنا ربما أستثنيها، ليس لهم كلمة في اليمن، الكلمة الأولى هي لليمن للإمارات أن تبقى هذه المشاريع الصغيرة، مشروع صغير سلالي كالحوثي، مشروع
مشروع صغير مناطقي كالانتقالي، مشروع صغير معفن زي عفاش والسلفي اللي في تعز هذا أبو العباس، هذا في صالحهم يا أخي الكريم، ونسأل الله السلامة والعافية. ماذا تقول للقبائل الخمس الكبرى التي تحيط بصنعاء، إحاطة الصورة بالمعزة؟ هؤلاء نقول لهم ما عاد يراهن عليهم أحد، النساء أصبحت أفضل منهم في بعض المناطق، هؤلاء الذين والحمد لله كلهم لقوا جزاؤهم، يعني معظم وخصوصا قبائل طوق صنعاء الذين تحوثوا والذين استمعوا لعلي عبد الله صالح وفتحوا قبائلهم وفتحوا قراهم للحوثي، ثم انقلبت الأمور عليهم وقتلوهم وسحلوا ونبذوا وماتوا منبوذين مذلولين مثل المشرقي وغيره وغيره من المشايخ. المشايخ ما عدنا في اليمن تقريبا، وأهل اليمن يدرون بهذا الكلام إخواني في اليمن، أن يراهن عليهم أحد الشيخ في اليمن إلا من رحم الله، يباع ويشترى، يجي علي عبد الله صالح سيركب موجة علي عبد الله صالح، يجي الحوثي يركبوا موجة الحوثي، يجي غيره يركبوا موجة، وهكذا إلا. لكن لا أنكر، ماذا لا تقول؟ أنكر حتى لا أعمم، أن هناك قبائل يمنية أصيلة استطاعت أن يكون لها موقف كقبائل في المهرة وكقبائل في شبوة وقبائل أيضا في مأرب، هناك قبائل أصيلة، لكنني أخص بالذكر طوق صنعاء، هؤلاء ماذا تقول للمواطن اليمني اللي جالس في وسط صنعاء لا له ولا عليه، يشاهد قصف الطيران جوا ويشاهد استبداد الحوثي برا ويشاهد هذا التنازع والخلاف والصراع، ماذا تقول له هذا المواطن اليمني المسكين الذي يجلس اليوم ويتابع هذه الأخبار وممكن حتى يتابع هذا البث؟ أنا أتمنى أن أفعل لهم، مش أقول لهم، أنا أتمنى أن أفعل لهم شيء وليس أقول لهم. أما ماذا أقول لهم؟ أقول الله يكون في عونكم، أقول الله يكون في عونكم، ولو أنهم قد تعودوا بيني وبينك، عندما نتواصل مع أهلنا هناك يقولون إذا مر يوم لا تمر الطائرات نشعر بنوع من الوحشة، يعني أصحاب الطائرات وأزيز الطائرات يعني وجبة يومية، كان في مقطع متداول كان في دوري رياضي في صنعاء رمضان الآن، والقذائف تمر من الملعب من جهات الملعب وهم يلعبون، لم يهرب أحد، يعني المسألة عندهم أصبحت روتينية. شعب اليمن شعب أصيل، شعب اليمن شعب صابر، شعب والله لا يستحق كل هذا العناء. المشكلة أنه وقع بين فكي كماشة، ما بين سندان التحالف الغادر وما بين مطرقة الشرعية السخيفة المهانة الذي ليس لها قرار للأسف الشديد. المواطن اليمني في صنعاء وفي عدن وفي كل مكان، ولا أستثنيهم، كلهم مضطهدين، اللي في صنعاء مضطهد من الحوثي، والذي في عدن مضطهد من الانتقالي، ولا فرق عندي أنا ما بين انقلاب صنعاء وانقلاب عدن، كلاهما انقلاب وكلاهما يعني أنتج من غرفة عمليات واحدة والمخرج واحد. نسأل الله لكل اليمن ولكل يمني السلامة والعافية. وأقول لك شيء، أن اليمني الأكثر نكبة والأكثر مأساوية هم الذين في السعودية، هم الذين في السعودية، هؤلاء الذين منزويين داخل العزب، لا يستطيع أن يذهب، لا هو قادر يجدد الإقامة، ولا هو قادر يروح، ولا هو قادر يشتغل، هؤلاء الذين هم في أزمة لا يعلم بها إلا الله. الذي في اليمن قدوه في اليمن إن شاء الله وكل تراب مع أهله، لكن الذين في السعودية والذين مرميين في العزب والذين قضت عليهم السعودة وقضت على دكاكينهم وعلى محلاتهم ورسوم المرافقين، هؤلاء هم من ينبغي أن نلتفت إليهم. وأنا قلت للرئيس نداء للرئيس عبد الرب منصور هادي، أقل شيء كن رئيس للجالية اليمنية في الرياض، ما عليك من اليمنيين، ما عليك، بيض الله وجهك ولا لك دخل من الذين في اليمن، انفع اللي عندك، روح للملك سلمان إذا كان لك قيمة، إذا كان لك قدر، يعني لما استثنوك من القات أنك تخزن في الرياض وهم ممنوع، خلهم يستثنوا اليمنيين من العمالة من الرسوم، خلونا شيء أقل شيء حتى إذا لم ينتهي الحرب ويخرجوهم. والله يا أخي لو كان الذي يحاربنا هي كوستاريكا فقط لكان لزاما على السعودية أن تستثني اليمني، فما بالك وهي هي نفسها التي دمرت اليمن. اليمني المنكوب، عفوا يا عمر، آخر شيء، أكثر يمني منكوب حقيقة هو الموجود في الرياض وليس في اليمن، نسأل الله لهم الفرج القريب. طيب، أسئلة صحيحة، هل كان لك في يوم من الأيام، أنت كنت في لندن شاهدت مظاهرة لمجموعة من الطائفة الشيعية وكنت تسخر منهم، هل الكلام هذا صحيح؟ هذا سؤال جاهز. إيش؟ كان هناك مظاهرة لجماعة من الطائفة الشيعية في لندن وخرج أسعد الشرعي في مقطع وهو يسخر منهم، هذا الكلام صحيح؟ أنا هم حاولوا الاعتداء علي في 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 قلب لندن، كانت عاشوراء، يوم عاشوراء، ف
سألني إنجليزي صاحب التاكسي الذي ركبت معه، قال هؤلاء ماذا يفعلون؟ وشافهم قاعدين يلطموا، قلت هؤلاء خذلوا الحسين والله سبحانه وتعالى يعاقبهم الآن، هذا عقاب من الله. هكذا أنا قراءتي للمسألة. فسمعني أحدهم وجاء وجمع مجموعة وكادوا أن يفتكوا بي لولا أن كان معي بعض. أنا ترى لو كان هذا الكلام منك بصوت مرتفع بصوت عال نوع. قلت أنا كنت في البث المباشر. أي نعم. أنا ترى هذا كان نوع من أنواع الاستفزاز. ناس ما شيء في حالة الظاهرة بس. والله يا أخي أنا ما قلت شيء كفر، أنا ما قلت شيء كبير، أنا قلت رأيي في مسألة الضرب والتطبير والجلد والخفع وهذا الكلام اللي قاعدين يعملوه. قلت رأيي، قلت هؤلاء لأنهم يقدحون في أمهات المؤمنين ولأنهم خذلوا الحسن والحسين والوعلي والكل، فربي يعاقبهم إلى قيام الساعة، يضربوا حالهم إن شاء الله لما ينفطروا. فسمعني بعضهم كان عراقي وبدأ يستفز ويقول لي أنت ناصبي حصل حاجة بسيطة. هل ترى بأنك طائفي حينما قمت مثل هذا؟ أعوذ بالله. هل بإمكانك أن تتعايش بشكل طبيعي إذا كنت في اليمن اليوم؟ هل بإمكانك أن تتعايش بشكل طبيعي مع 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 أشخاص من الطائفة الشيعية، أو تريد اجتفاءهم أو تريد نبذهم من اليمن؟ يا أخي شوف، إحنا في اليمن تعايشنا. شوف اليمن إذا لم يوجد من يثير ويغذي الكراهية نحن تعايشنا. شوف هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالزيدية، والزيدية منهم براء، وأنا لي مقطع يبين أن الحوثي 12 وليس زيديا. تعايشنا يا أخي، يعني جغرافيا قريتي أنا تعتبر زيدية، وتعايش الناس، ما عندناش مشكلة. حتى الحوثي أنا إذا عدت إلى اليمن هو الإقصائي، أما أنا لست إقصائيا، هو الذي يقول أنا سيد وأنت مسعود، هو الذي يقول أنا لدي نص إلهي بالولاية، هو الذي يقول أنا نطفة طاهرة وأنت من بيبسي كولا، وهو الذي يقول أنه هو قنديل وأنا زنبيل، هو الإقصائي هو وليس أنا، أما أنا ما عندي مشكلة، هو المشكلة عنده هو. أنت قبل قليل أردت تسليم اليمن كلها للإصلاح، وزعلنا من الحوثي أنه يرى أن له أفضلية، هو أيضا يرى أنه هو الأجدر بحكم اليمن. أنا لا، من قال لك؟ لو كانوا رجال دولة، أنا قلت لهم هم ظنوني يوما عندما كنت أهاجم السعودية وأنتقد المجازر، تواصلوا معي وظنوني أصبحت حوثيا يعني يعني يغازلون، تعال إلى صنعاء وكذا. قلت لهم لا، يعني أنتم مجرمين كما هم، والعدوان السعودي سبقه عدوان حوثي على اليمنيين، ما تركتم قرية إلا وقتلتم فيها، هدمتم المساجد، هدمتم البيوت، هدمتم المدارس، هذا مشروع شيطاني يا أخي، لا تقارنه بالإصلاح على الإطلاق، لا يوجد وجه للمقارنة. أقول لك الإصلاحيين فيهم هم منظومة متكاملة، فيهم حتى الزيدي، فيهم السني، فيهم من جميع القبائل، هو وحدة، لهذا يكرهون الإصلاح، لأنه متواصل جذوره في كل القرى في كل المدن، هو عنصر وحدة، الإصلاح عنصر وحدة ممكن أن يجمع اليمنيين. وأنا لا أقول أنه يكون لهم الحكم فقط، أعطيتني عصا سحرية يعني نوجد حل سريع، ما أقول يكون لهم الحكم المطلق، يعني أقل شيء يخرجون من هذا الأزمة. بسحب العصا السحرية هذا من كلامنا. عفوا حركت الكاميرا. خلاص تحبناها، خلاص ما عاد في شيء. طيب انا خليني اسالك، واحد يقول انت قمت بتقطيع العلم الجنوبي في احد المظاهرات او في لقاء ما، هل هذا صحيح؟ اي نعم. انا ترى بان هذا اهانه حينما تقوم باهانه علم جماعه او حزب او تنظيم او دوله. أيوة. او فريق. يا اخي انت لو تمسك شعار الاتحاد وتدعس، انا اتحادي متعصب في السعوديه، شجع الاتحاد، لو اشوفك تدعس شعار الاتحاد اديك لندن. خلاص شوف حرق الله. اولا هم انا قطعته ونظفته بسيارتي، يعني هو انا اعتبرته خرقه. العلم الجنوبي هو عباره عن علم اليمن باضافه النجمه الحمراء مع المثلث الازرق، انا فصلت النجمه الحمراء مع المثلث وقلت هذا علم اليمن، وهذا بخرقه يعني غده سرطانيه ينبغي ان تستأصل من اليمن. انا قلت لهم والله لو ان هذا علمكم ومعترف به وأصبحتم دولة ولكم كيان لاحترمنا، لكن هو الآن عندي خرقة ليس لها قيمة على الإطلاق، وأنا بصراحة ما كنت أريد أن أفعل هذا الفعل لولا أنهم يستفزوني. أنا أتعامل معهم. تعترف أنه خطأ فقط. تعترف أنه خطأ فعلا خطأ. أحسنت، أنا أشكر لك. أتراجع لأنه في كندا
هناك جماعة كوبيك يحملون علمهم. لو جاء كندي من أونتاريو أو من بريتش كولومبيا أو من ألبرتا مثلاً وقام بإهانة هذا العلم، هذه تعتبر إهانة لهم وتعتبر جريمة. أنا أشكر لك. أنا تعمدت إهانتهم في الحقيقة. أنا تعمدت إهانتهم، لكن الطريقة ربما كانت غلط، ويعني نعتذر إذا كان حد يعني استاء من هذا المسألة. أنا أشكر لك تراجعك عن هذا. سؤال، في واحد شافك بالقميص اللي لابسه اليوم، قال هل تعمدت ارتداء القميص العنابي هذا؟ يا الله، أو كانت صدفة. يا أخي والله إنه لوني المفضل أنا حقيقة. هناك خزنة الثياب فيها هذا اللون من زمان، يعني أنا أحب هذا اللون، هو لوني المفضل، ولا لا يعطوا قطر. يا أخي قطر صغيرة جدا جدا، ما في داعي. أنت سبت الألوان، أنت سبت الألوان كلها، الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق يا رجل، حتى البنكي. رقص في قطر أسعد. يا أخي أنا لي أخوة، شوفوا أنتم الآن مرضى، أنا أتعامل معكم أصحاب متلازمة قطر وفوبيا قطر، والله أنني أتعامل معكم كالمرضى، والله لا أجاملكم. أنا أضحك عندما أرى هذه، كل شيء قطر، كل حاجة عندكم قطر. يا أخي حتى لا سعودي طلق مرة قلت قطر. يا أخي أصبحتم مسخرة، أصبحتم مسخرة، كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. حتى اللون يا أخي، والله هذا لوني المفضل، والله لوني المفضل. هل رأيتني مثلا أحمل العلم القطري لو جيت وأنا لابس العلم القطري؟ ممكن. أنا أكن كل الاحترام والتقدير لإخواني في قطر، ولهم قضية ولهم مظلومية، وأنا أعتبر الآن أنه أنا وهم في مركب واحد، غريمنا واحد، وغريم المنطقة واحد، غريم الجزائر، غريم السودان، غريم ليبيا، غريم اليمن، غريم قطر، كلنا الآن. شخصيا أرى الصراع مع هذا صهاينة العرب ما عاد إقليميا أو جغرافيا أو مسألة قطر أو مسألة أنهم دمروا اليمن. أنا والله وصلت إلى قناعة أنه صراع ديني، صراع ديني، وأن هؤلاء يستهدفون ديننا وعقيدتنا، بعد أن رأيت الترويج للإلحاد بشكل علني داخل المملكة. الملحد يحترم والإخواني يعدم، هذا ما رأيناه إلا في زمن المملكة، في هذا الزمن الغريب، زمن أغبار كما يقولوا في اليمن، زمن أغبار وعاقب. يلا شوف لك سؤال ثاني. طيب انا باللهجه اليمنيه، يعني ترى ما عندي مشكله تكلم، لو كنت تتكلم باللهجه اليمنيه انا استمتع باللهجه اليمنيه بقيه الحلقه. لكن المعلومات انه الملحد ما زال يقتل في السعوديه، والاخوان يقتل في السعوديه، والليبرالي ينقتل في السعوديه. اليوم في السعوديه الكل ينقتل، الكل ينقتل، طالما انك انت لا تتبع رؤيه 2030 فانت عرضه للبطش وعرضه للاعتقال وعرضه للتحرش. بل هناك نساء ليبراليات ليسوا اسلاميات، ليسوا اخوانجيات، تم صعقهم والتحرش بهم، وليس لهم اي علاقه باي تيار اسلامي عموما. بس من باب الـ 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 يعني التأكيد. طيب الـ اين ترى اليمن بعد 30 سنه؟ واريد ان تختم بهذا السؤال، ثم بعد ذلك اريد منك ان توجه رساله الى الشعب اليمني بكل اطيافه والوانه بعد 30 سنة. اليأس خيانة، اليأس عندنا خيانة إن شاء الله. واليمن مرت بنكبات ومرت بنزلات ومرت بمشاكل وخرجت منها، والتاريخ يقول أن من يدخل اليمن يتعب ويقتل ويدفن إن شاء الله. نحن نتعامل على أن في اليمن أول شيء أن اليمني أنا سأبدأ بالسؤال الأخير، أن أوجه رسالة لليمني، أوجه رسالة لإخواني في اليمن، أنه بعيدا عن الحزبية، بعيدا عن المناطقية، بعيدا عن الفئوية، بعيدا عن المكابرة، بعيدا عن أنه يركبك شيطان العناد، ميزوا ما بين العدو والصديق، ميزوا ما بين من يريد منفعتكم ومن يريد من يضركم. شوفوا التاريخ، ارجعوا شوفوا من جربناهم، لا تثقوا فيهم مجددا. يا أخي في اليمن، يا أخواني في اليمن الحبيب، والله لن تتحرر اليمن إذا لم تتحرر العقول أولا، هذه قناعة. إذا لم ننتصر في معركة الوعي وندرك ما الذي يدور وما الذي يحدث وماذا يدور في اليمن، واللعبة الحقيرة الإقليمية التي تديرها السعودية والإمارات، وأن هؤلاء الذين ترونهم هذه الأجنحة كلها ما هي إلا أدوات، إذا لم نفهم هذا الكلام لن تتحرر اليمن. ورؤيتي إن شاء الله أو توقعي بعد 30 سنة، يعني يجعل الله فرجا ومخرجا ان شاء الله ما بين. انا اليوم لا استطيع الذهاب الى اليمن، تتوقع اني خلال ولا الى اي دوله عربيه؟ انا ما اقدر اروح اي دوله عربيه. انا لا استطيع. هل تتوقع اني ساذهب في يوم من الايام الى اليمن؟ انا وهي بلدي، وتمنيت ان ارى امي
أمي التي تتمنى أن تراني ما استطعت أن أذهب إليها، وحاولت أن آتي بها إلى عمان، حتى في عمان مسكنة مقعدة، يعني المسافة من قريتي إلى عمان 48 ساعة بالسيارة. فكلنا نعاني من نفس هذه المسألة، وكلنا محصورين، والذي يحسدونني على قطر، أنا ما عاد عندي إلا قطر وتركيا أذهبهم فقط، وأوروبا ما أقدر أروح أي مكان آخر، خوفا من بطشكم، وخوفا من مطاراتكم، وخوفا من إجراءاتكم. يا أخواننا في اليمن، اليأس خيانة، وكونوا على العهد إن شاء الله. وعقول عقول، نريد معركة وعي، افهموا افهموا ما الذي يدور. والله لا تصدقوا السياسيين ولا تراهنوا على شيء، راهنتوا على التحالف طلع كذاب، الحوثي فئوي سلالي، الشرعية فاشلة. ستقولون إذن ما هو الحل؟ أقول الحل موجود، وأنا لن أقوله لكم، أنتم بعقولكم ابحثوا من الذي يحمل مشروع سياسي، ولا ارجعوا لبداية الحلقة وستعرفون من هو الذي في نظري يحمل مشروع سياسي ووطني حقيقي. تحية لك يا أخو عمر. تتوقع بعد 30 سنة أن اليمن يكون مستقر؟ أقل إن شاء الله، أنا أتوقع أقل، ونحن نتفائل بالخير، ولن يكون إلا كل خير إن شاء الله. 20 سنة يطرد هذا المشروع الحوثي القذر، ببقاء الحوثي أصل مرهون ببقاء التحالف. إذا ذهب التحالف سيذهب الحوثي، وكما قلت لك جبهة نهم فقط الذي على تخوم صنعاء، كفيلة بأن تزيل صنعاء وتطهر صنعاء من الحوثي، لكن هناك من يوقف زحفها. ستتعافى اليمن، ستتعافى يا عمر إن شاء الله، ستتعافى إذا 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 كما قلنا انتصرنا في معركة الوعي، وعرف الناس ما هي السعودية وماذا تريد، وأنها لا تريد لنا الخير، ولا تريد لنا السلام، ولا تريد لنا الاستقرار، وأن لها مصالح هي والإمارات. وهذا الكلام يكفي، وشكرا لك، وشكرا لجميع المتابعين عندي وعندك وكل من يشاهدنا. تحية لكم جميعا. أسعد الشرعي، أشكرك على حضورك هذا اللقاء وتحملك أسئلتي، وكنت بالفعل أنت على قدر الكلمة التي قلتها بالأمس، اسأل وخذ راحتك، وقلت لي اضرب من تحت الحزام، من تحت الحزام ما ينفع بعد ما قفل البث ما هي مشكلة، لكن أشكرك تكون جزيلا، وما أنسى أني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعك بأمك وبأحبابك في أقرب فرصة، وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. اللهم أمين. أشكركم أنتم أيها الكرام على حسن متابعتكم، ولا أعتذر إن شاء الله، ولا أعتذر عن إزعاجكم والإطالة عليكم. نلتقي بكم غدا إن شاء الله في لقاء آخر مع ضيف آخر. أراكم على خير، كونوا أحرارا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.